توعست ولادي ولكن ما كيجيوش. كون كنت انا ام صالحه ما غنجيش الحبس ونخلي ولادي يتكرفسوا. اختي المرأة اللي والده الولاد ما خصهاش تجي للحبس، راه ما خصهاش تجي للحبس، تخليها هي انت مجرده وليداتها مجردين بالزناقي بالصاح. انا عارفه راسي داخله الحبس، انا كنقول راني دايره، ولكن كنقول واش غادي نخرج واحد النهار وغادي نشوف بنتي. شكون غير تلفت مره 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 تلفت في ولادي، ما غاديش ندير هادشي كامل. 30 عام ديال الحبس جا دوزها ليا يا اختي، 30 عام.